ناقش مجلس الشيوخ اليوم خطة الحكومة للارتقاء بالإيرادات السياحية وزيادة عدد السائحين، وطلب المناقشة العامة بشأن وضع استراتيجية قومية لتحسين الوضع السياحي في مصر. وقد أكد المجلس أن السياحة المصرية تتميز بتنوع مقاصدها بشكل يمنح مصر فرصة واسعة للاستفادة من هذا التنوع وهذا الثراء الكبير. خطة الدولة لتعظيم الإيرادات السياحية وزيادة عدد السائحين القادمين إلى مصر تصدرت محور مناقشات جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق. المجلس ناقش سياسة الحكومة بشأن وضع استراتيجية قومية لتحسين الوضع السياحي في مصر وخاصة موسم الشتاء، حيث فتح رئيس مجلس الشيوخ الباب أمام النواب للإدلاء بآرائهم. هناك السياحة الثقافية والترفيهية والشاطئية والدينية والعلاجية وأيضا سياحة المؤتمرات. هذا التنوع الحقيقة يصبغ مصر بصبغة متميزة عن بقية الدول العالمية التي تشتهر بالسياحة، وهو يؤهل مصر يعني استغلال هذه الميزة وهذا الثراء الكبير في النهوض بالسياحة في مصر. احنا عندنا اماكن كتير جدا، والناس الكبار في في اوروبا والبرد ده محتاجين يجوا يستشفوا، محتاجين علاج طبيعي، محتاجين يجوا يغيروا جو ويصرفوا في بلد آمنة فيها رعاية صحية كويسة. فأرجو ان احنا بس ناخد بعين الاعتبار هذا الملف، وانا مستشرفة خير ان سيادة الوزير عمل مستشار للسياحة الصحية، نرجو الله في الفترة القادمة ان يحصل حاجة. وفي تعقيبها على آراء النواب أكدت الحكومة أن جميع الخبراء يتوقعون التحسن في القطاع السياحي، مشيرة إلى أن 95% من نشاط وصناعة السياحة يقوم على القطاع الخاص. الحكومة أشارت إلى أنه وفقا للأرقام الصادرة عن منظمة السياحة العالمية، فإن إجمالي عدد السياح في العالم في عام 2019 وتحديدا قبل جائحة كورونا بلغ 1.4 مليار سائح، مشيرة إلى أن حصة مصر كانت نحو 13 مليون سائح. هذا ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة على أن يستكمل المناقشات في جلسة جديدة.